حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. ننقل لكم حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الفترة القادمة ضمن هذه النسرة الجوية الرئيسية. في البداية نبدأ معكم باستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية التي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم خلو سماء المملكة من أي تواجد للسحب المهمة عدا بعض مناطق القطاع الجبلي الجنوب الغربي، حيث هنالك بعض السحب متوسطة الارتفاع يدخلها بعض أيضا السحب المنخفضة في تلك المناطق ما ساعة صباح وظهير هذا اليوم ساعة إعداد هذه النشرة الجوية. نبدأ معكم التوقعات بالفترة القادمة. نلاحظ معكم اندفاع لكتلة هوائية باردة ورطبة من مناطق جنوب تركيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومناطق بلاد الشام نحو الشرق بشكل تدريجي، وذلك يومي الجمعة والسبت، نتيجة تتأثر تلك المناطق بأحوال جوية غير مستقرة مرفقة بهذه الكتلة الهوائية الباردة. هذا التلاقي ما بين هذه الكتلة الهوائية الباردة إضافة إلى امتداد لمنخفض جوي على السطح في مناطق شمال الجزيرة العربية سيؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة في تلك المناطق، في حين تنشأ موجات غبارية فوق العديد من المناطق الشمالية على القطاع الشمالي في المملكة على الحدود مع العراق والأردن ثم داخل الأراضي العراقية. نلاحظ معكم أيضا وجود كتلة هوائية أدفأ من المعتاد في العديد من مناطق المملكة في القطاع الأوسط والشرقي. هذا التلاقي في هذه المنطقة سيؤدي إلى نشوء هذه الموجات الغبارية المتوقعة والتي ستكون كثيفة بمشيئة الله فوق المنطقة الشمالية، مؤدية إلى انخفاض وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق. نستعرض معكم الآن مخرجات نظام درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة. نلاحظ معكم هذا الدفء الكبير في الأجواء في ساعات ظهيرة الأربعاء وأيضا الخميس نتيجة هذه الكتل الهوائية الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد في هذه المناطق، في حين نلاحظ معكم بدء اندفاع هذه الكتل الهوائية الباردة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نحو مناطق بلاد الشام في وقت لاحق من يوم الجمعة، وهذا التلاقي في هذه المناطق سيؤدي إلى نشوء موجات غبارية. لاحظوا معي الاختلاف الكبير في درجات الحرارة ما بين مناطق القطاع الأوسط في المملكة ومناطق القطاع الشمالي في المملكة على الحدود مع الأردن والعراق. هذا التلاقي في هذه المنطقة سيؤدي إلى نشوء موجات غبارية كثيفة في تلك المناطق ونشاط كبير في الرياح السطحية. تتحرك هذه الغبار صوب المناطق الشمالية أيضا صوب مناطق دولة العراق، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي في باقي المناطق في وقت لاحق. نلاحظ معكم أيضا من خرائط هبات الرياح خلال الفترة القادمة وجود هنالك نشاط موضعي للرياح الجنوبية الغربية فوق العديد من المناطق القطاع الغربي في المملكة خلال صباح وظهيرة الخميس، في حين نلاحظ معكم هدوء الرياح في منطقة الرياض والقطاع الأوسط. نلاحظ معكم هذا النشاط الكبير المتوقع تدريجيا بالرياح فوق العديد من مناطق المملكة في وقت لاحق من مساء الخميس وليل الخميس على الجمعة. هذه الرياح هي جنوبية شرقية. نلاحظ معكم أيضا الرياح الغربية فوق مناطق جمهورية مصر مرافقة للكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو المختلفة في تلك المناطق، وتلاقي هذه المناطق الكتل الدافئة أكثر دفئا من المعتاد مع هذه الكتلة الهوائية الباردة في مناطق القطاع الشمالي يؤدي إلى نشوء موجات غبارية كثيفة وغبار كثيف. لاحظوا معي هذه الألوان تدل على نشاط كبير في سرعة الرياح في كامل هذه المناطق بمشيئة الله في وقت لاحق من ظهيرة وبعد الظهر ومساء الجمعة ويوم السبت. تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة والرياح النشطة بالهبوب على المناطق الحدودية من العراق وداخل الأراضي العراقية. إذا نلاحظ معكم جميع هذه المناطق معرضة لاستقبال كميات كبيرة من الغبار وتدنن في مدى الرؤية الأفقية. نعود معكم لأجواء منطقة الرياض، أجواء مستقرة صحوة خلال الأيام الثلاثة القادمة، درجات حرارة في نهاية العشرينات درجة مئوية ربما حتى تلامس حاجة 30 درجة مئوية، في حين أن درجات حرارة مع ساعات الليل أيضا سيطرأ عليها ارتفاع لتبلغ بحدود 16 درجة مئوية مع ساعات الليل المتأخرة من الجمعة وفجر يوم السبت بمشيئة الله. وكخلاصة لهذه النشرة الجوية خلال الفترة القادمة، أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة في حين توقعات بنشوء موجة غبار في القطاع الشمالي من المملكة في وقت لاحق من يوم الجمعة ويوم السبت مترافقة لامتداد لمنخفض جوي على السطح وكتلة هوائية باردة في مناطق بلاد الشام المجاورة. هذا التلاقي سيعمل على نشوء الغبار بكميات كبيرة وكثيفة في هذه المناطق، كذلك الحال هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق محدودة من تلك المناطق سيما الحدودية منها، كذلك الحال هبوب لرياح نشطة في تلك المناطق بحول الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.